إن نعمل هذا اللقاء، وإن طلبت إن عدد معين من الناس يحضر، ومش بالضرورة الناس كلها، لأنه هيطلب منهم إنهم ينفذوا الكلام ده. ففي بعض الناس المديرين حاضرين بصورة عامة عشان يعرفوا إيه اللي بنتكلم عنه، كان المديرين الكبار، إنما أغلب المديرين والستاف اللي موجودين هنا هيطلب منهم في الآخر إنهم ينفذوا الكلام ده. فلذلك أنا حرصت إن لازم الستاف اللي هينفذ الكلام ده يبقى موجود معانا النهاردة، عشان هنتابع ونناقش حاجات كتيرة جدا. بس قبل ما نكمل، فين جماعة بتوع البيئة؟ Can you check please ولا هبي؟ دكتور صلاح طيب، إذا جه هو هشام جايين، معلش هما هيحضروا الجزء الثاني which is okay. طيب هبتدي بال يعني لمي لا خلاص يا عز، خليك يعني هنقدر. دكتور هشام هنا، طيب خلاص. المهم خلينا نتكلم ايه اللي هنعمله في اليوم ونص اللي عندنا دول. فالاوتلاين، هبتدي بالاوتلاين. الاوتلاين هبتدي الاول النهارده هنتكلم ريفرشر كورس كده سريع على ايه هو البروجكت سايكل، هاو تو دو بروجكت سكيدولينج، وايه هو الكوست بنفيت اناليسيس اللي هو المفروض الواحد بيقيم المشروعات بيه. وبعدين هديكوا كده فيري بريف برزنتيشن على وقتها، هنوزع بعد الثلاثة دول هنوزع عليكم الورقة دي اللي هو النيو بروجكت فيش، ده انا عايز ان كل مشروع في مكتبة اسكندرية يتعمل له بروجكت فيش كده. وده تبص في البروجكت فيش انا هشرحها لكم على السكرين، وهتبقى في ايديكم، ورانيا بتطبعهم دلوقتي، رانيا البهتير بتطبع نسخ عشان توزعها عليكم. وده هناخد بريك، وبعد البريك هنتجه الى الانفايرمنتال ايشوز والكالتشرال ايشوز. هنا هنتكلم عن انفايرمنت اند كالتشر من حيث ايه هو التفاعل ما بين الاقتصاد والمعايير العامه او المفاهيم العامه في البيئه وفي الحاجات الثقافية. ليه البيئة والحاجات الثقافية؟ لأنه أنا الحقيقة لعبت دور في معارك فكرية كثيرة، وساعدت النهاردة أن الدكتور عمر العريني كان بيفتكر أيام، يقول لي أن احنا كنا دايما نقول الدكتور صلاح الدين ده في البنك الدولي دايما بيعرف يلاقي additional degrees of freedom عشان يعمل اللي هو عايز يعمله. فكنت بعمل معارك على ازاي نحسب القضايا البيئية، ودي موجودة في التسعينات. انا كنت نائب رئيس البنك لشؤون البيئة بعد ريو على طول 92، بدأت انفذ 93 يناير، 1 يناير 93، والنوا بانل اللي هنتكلم عنه بالنسبة للبيئة كان 95. فكانت الفترة دي فترة ثرية جدا في قضايا ازاي نحسب القيمة الذاتية. وانا طبعا كان ليا طول عمري اهتمامات ثقافية واسعة جدا، وبالتالي كنت بقول لزمايلي في الحاجات الخاصة بالثقافة وبالتراث والكالتشرال هيريتج والقيمة الذاتية، قلت لهم يعني للأسف ما كانش عندهم اي ادوات يتكلموا فيها في المعايير الاقتصادية. يعني سؤال بسيط، بلد زي مصر مثلا لازم نصرف على الصحة وعلى التعليم وعلى الطرق وعلى الطاقة وعلى الزراعة وعلى 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 الحاجات دي كلها. طب نصرف قد ايه على الحفاظ على التراث الثقافي بتاعنا؟ نصرف قد ايه على تشجيع العمل الثقافي؟ ما هو كل الموارد دي إذا صرفتها هنا مش هتصرفها هنا. فهل تقدر تقول لي إن الجنيه الزيادة اللي عندي ده أصرفه على الحفاظ على التراث
بدل مصرفه على المزيد من التعليم مثلا يعني؟ طب ازاي تعمل حسابات زي دي؟ فانا بما اني كنت مسؤول عن البيئة والسوشيال والحاجات الاجتماعية وسعتها الى الكالتشرال اناليسيس، فلذلك التوافق ما بين الاثنين هيبقى موجود ان شاء الله. ده اللي هنغطيه النهاردة بعد الظهر. بعد كده بكرة الصبح هنبتدي في الميجرينج سواء بيئية او كالتشر، بس احنا طبعا احنا مهتمين، احنا مؤسسة ثقافية مهتمين بالكالتشر. وان كان يسعدني اني ارحب بالدكتور هشام مدير مركز دراسات البيئية، المدير الجديد لمركز دراسات البيئية الجديد في المكتبة. والحقيقة انه هنطبق طبعا بعض الحاجات دي ايضا على البيئة. الفكرة فيها انه الاثنين بنتكلم في حاجات غير مادية، يعني intangible benefits. المشكلة الأساسية في intangible benefits، أنا عارف إن في قيمة معينة للحفاظ على الشعاب المرجانية، بدل ما ابني هوتيل في وسط البحر ويكسر الشعاب المرجانية، طب قيمتها قد إيه؟ وإزاي أقارن ما بين الدخل اللي هيجي لي من السياحة ان ابني الاوتيل ده في وسط الشعاب المرجانية بالشعاب المرجانية اللي حضيها، او بالنسبة للثقافة والبعد الثقافي ايه الفرق بين ان انا احافظ على الطابع العام بتاع منطقة اثرية، منطقة معينة، وان اكسر المنطقة دي بان احط عمارة عمرها طولها 14 دور في وسط الجو ده. ازاي اقارن ما بين الدخل اللي بيخش من الشقق الاضافيه اللي هعملها في عماره تاور ومقابل ان انا احافظ على الطابع العام بتاع المنطقه؟ قد ايه اضع من الاستثمار في صيانه مبنى قديم متحطم؟ ما دي كلها ما تنفعش انها تبقى مجرد راي وراي اخر، فلازم نقدر نحتكم لها بوسائل وتكنيكس. والحقيقة مجموعة من أصدقائي قدروا يعملوا الحكاية دي، فده هنخش فيه جزء كبير في الحكاية دي. وبعدين بما إن جزء كبير من الأدوات اللي هنقترحها هيحتاج إلى سيرفيز، نحتاج إن احنا نعمل استبيانات، هأنهي بمحاضرة عن الاستبيانات، ثم هننتقل للبارت 5 مقترح للمكتبة ان احنا نعمل حاجة اسميها كومباين سيرفيز، هشرح لكم دي ايه. ويبقى عندنا الثلاثة او اربعة اكسرسايزز، واحد ان احنا هنعمل كومباين سيرفي على اليونيفرسيتي ستودنتس، واحدة على الدلتا فيليجز، وهنتكلم على التكنيكس بتاعتها والتكنيكس فور بروبر اناليسيس اند كونكلوجن. واخر خطوه بقى بكره ان شاء الله بعد الظهر، ناس هتقعد مع بعضها وهتكونوا الفرق وهتملوا الفورمز اللي هوسعها عليكم النهارده دي، هتملوا لي فورمز عشان تنفذوا الحاجات دي. فالنهارده هديكم الفورمز، بعد الشرح هنعمل اتفاقيات تقعدوا مع بعض وهتطلعوا لي اخر النهار. محدش هيطلع من الصاله غير ما يكون مسلم فورم اللي هياخدها النهارده فاضيه، بكره اخر النهار يسلمها مليانه، سلموها مجموعه من الناس. ده اللي احنا عايزين نغطيه في اليوم ونص بتوعنا. دلوقتي هبتدي على طول بريفريشر بالنسبه لبعضكم، ده ريفريشر بالنسبه لبعض الناس الجداد يمكن دي اول مره يتابعوا الكلام ده، انما ده كلام بسيط الحقيقه. هخش الاول على البروجكت سايكل. لما نقول مشروع يعني ايه مشروع؟ مشروع له سايكل معين، ولازم اي مؤسسة تمشي في كل السايكل بتاع المشروع، ما تعملش جزء بس وتسيب جزء. تاني حاجة، لان هيتأثر جدا تنفيذ المشروع، بيتأثر جدا بالسكيدولينج، ازاي نعمل سكيدولينج لمشروعات. تالت حاجة، ازاي نقيم المشروع حاجة اللي هو بحسابات الكوست والبنفيت،
ازاي اعرف المشروع ده اعمله ولا ما اعملوش، يسوى ولا ما يسواش. دي ثلاث حاجات هنعملها دلوقتي على طول. فابتدي بالبروجكت سايكل، تحديد ايه هو المشروع، الفرق بين مشروع وبرنامج او الفرق بين مشروع وسياسه عامه، هو ان المشروع له بدايه ونهايه. نقطه مهمه جدا، يعني البرنامج بيبقى مكون من مشروعات كتيره تحت سياسه عامه، ان انا عايز اعمل مثلا سياسه اوتريتش، فهعمل برامج مختلفه كتير جدا، اشي للطلبه في المدارس، اشي للجامعيين، اشي اللي مش عارف ايه، وبعدين عندي برنامج معين، مشروع معين، ان انا مثلا حابني كذا معمل اضافي في جامعات مثلا. فده له بدايه ونهايه. البرنامج ممكن يبقى سلايست الى مشروعات، يعني اقول السنه دي هعمل 50 مدرسه بالشكل ده، يبقى في بدايه ونهايه اتحطت وكم موجود. ف it is a planned way of executing something producing a deliverable، يعني لازم في الاخر مش يبقى كلام، لا في حاجه حصلت، وهيبقى له موازنه بادجت، والبادجت ده مكون من ستاف ومن ريسورسز فلوس وتايم، يعني تلات عناصر بتخش مع بعض. الاكسكيوشن لازم يبقى مونيتربل، والاوتكم ماست بي ايفالويتد، يعني لازم ان اقدر لما اكون عندي مشروع متحضر مظبوط اقدر اعمل مونيتورنج، هل المشروع ده عمال يتنفذ مظبوط ولا ما بيتنفذش مظبوط. لو انا غير قادر ان اعمل مونيتورنج ما بقاش مشروع. وللاسف اغلب البرامج اللي بنتكلم عنها اللي عندنا نشاطات كذا، طب مش عارف النشاطات دي ايه، لا عملنا ندوه ندوتين سبع ندوات اللي هو، طيب هو المفروض كان هتعمل كام ندوه، هتعمل ست ندوات، طيب عملت منهم كام كذا، تعال بقى نقيم الندوات دي كانت مفيده مش مفيده، حضرها ايه الناس اللي حضروها، انبسطوا منها ما انبسطوش، استفادوا ما استفادوش، طب ايه معيار الاستفاده. لازم كل ده يتوافر عشان يعتبر مشروع ونقدر نقيمه. فبننطلق من هذا ان projects بصوره عامه should not be undertaken without study and preparation. لسه بتكلم مع دكتور خالد عزب ووريته الكتاب بتاع ال World Monument Fund، ازاي محضرين المشروع بتاعهم في الكتاب بتاع ال World Monument Fund، وفي بروبوزل لوحده موجود ثلاث صفحات بيوصف اللي هم عايزين يعملوه، وبعدين في اوتلاين، والاوتلاين حاطين قصاد كل موضوع كاتب عايزين يستكتبوه، انا واحد من ثمانيه اللي مختارينهم، وبعدين المشروعات اللي هيتغطى في الشابتر ده هتبقى ايه وليه، وبعدين محضرين بريفنجز لكل ده، لسه ما بداوش ينفذوا، ده الدراسة اللي بتسمح بتنفيذ المشروع. المشروع هو ان الوورلد مونيمنت فند عايزة تطلع كتاب على اخر السنة دي بمناسبة 50 سنة على مجهوداتهم العالمية، واختاروني انا واحد من الثمانية اللي هيكتبوا 8 شابترز، وكل واحد متحدد له موضوع. نمرة 2، ان البروجكت should fit with an overall strategy for the institution and for the department and center، في المركز نفسه. يعني المفروض في استراتيجيه، مش حد يقول لي ده طب ما ده مشروع كويس ما تيجي نعمله، ايوه طيب بس انا مش هعمل كل حاجه في كل حته، والا هبقى مشتت ومش هيبقى لي هدف، ومش هيبقى المؤسسه مش هتحقق ايه اللي المفروض تعمله. فالمفروض يبقى في استراتيجيه واضحه وفي اولويات. مفروض الاولويات معناتها ايوه انا بدي اولويه لده، يبقى ما اعملش ده، مش ايوه هو اولويه هنا ما ايوه بس بنعمل ده كمان ونعمل ده كمان ونعمل ده كمان، ونلاقي نفسنا تشتتنا. في اولويه يعني it says what you do and what you do not do. نمره 3،
وسمعتوني كتير جدا بقول لكم مش عايز حد يكلمني في الفلوس. اغلط حاجه اي حد يقدر يعملها في اي مؤسسه هو انه يدور على الفلوس، لان بتنتهي ان تبقى دونر دريفن. النهارده الايو عايزه تمول مشروع ايه، يبقى انا اعمل لها المشروع ده. بكره يو اس اي اي دي عايزه تمول المشروع ده، بروح اعمل المشروع ده. يبقى انا دلوقتي اصبحت ملياش شخصيه، ملياش هدف، ملياش سياسه، ملياش رؤيه. العكس، الواحد المفروض يبقى عنده صوره هو عايز يعمل ايه وبعدين يدور على الفلوس. فما حدش يقول لي بس ده مدفوع. طب انا مالي مدفوع ولا مش مدفوع؟ في ناس مستعده تدفع كل حاجه، طب ما يروح يعملوا مع حد تاني. انا عايز اركز على الحكايه دي عشان تبقى واضحه جدا. الاول نشوف احنا عايزين نعمل ايه لمصلحه المؤسسه وبعدين ندور على الفلوس. بروجيكتس بقى بهذا المعنى فيت انتو السايكل. السايكل بيبتدي بايه؟ بالميشن ستيتمنت بتاعنا. ايه الهدف بتاع المكتبه؟ طبعا انتوا عارفين الميشن ستيتمنت، منه في استراتيجيه للمكتبه، ومفروض ان انتوا بتكتبوا استراتيجيات للقطاعات المختلفه والمراكز والادارات المختلفه دلوقتي. وانا وزعت عليكم كمثل الاستراتيجيه اللي كتبتها المركز النظامي كمثل امثله. تحت الاستراتيجيه المؤسسيه بقى في الديبارتمنت استراتيجي، المركز كل مركز هيبقى له الاستراتيجيه بتاعته. الثلاثه دول بقى بيدوني ايه؟ ايدنتيفيكيشن بتاع انواع المشروعات اللي انا عايز اعملها. عشان احقق الاهداف دي هيجي لي ايه انواع المشروعات اللي لازم اعملها، وبعدين احضر المشروع. كنت لسه ما بدأناش ننفذ المشروع، احضر المشروع project preparation، وبعدين بعمل تقييم للpreparation ده. هل ده كويس مش كويس؟ عايز تفاصيل إضافية؟ محتاج لإيه؟ أنا عشان كده هرجع لكم لدي بعدين الكلام، إن ده هيبقى موجود، هيبقى فيه تقييم. إحنا مش هنعمل لكل مشروع cost benefit analysis، إنما ممكن لبعض المشروعات الكبيرة نعمل cost benefit analysis، انما لاغلب المشروعات ممكن ناخدها في اطار الاعداد الجيد. ما بقى في بقى الابريزل او التقييم لهذا المشروع، هناخد الابروفال تو ستارت. يعني انتوا شايفين جزء كبير قوي من البروجكت سايكل ده جه قبل ما ناخد موافقه ان احنا نبتدي ننفذ المشروع. ده المفروض يحدث. ويبتدي بقى الامبلمنتيشن، ننفذ المشروع. اثناء تنفيذ المشروع مفروض في continuous supervision، رؤساء القطاعات بيشرفوا على المديرين، المديرين بيشرفوا على الستاف اللي بينفذ المشروع، ويبقى في monitoring and evaluation، constant monitoring and evaluation. في مرحله، لان احنا قلنا المشروع له بدايه وله نهايه، في completion. لما بيحصل completion لازم يحصل ex post evaluation. ex post evaluation يعني اقول تعالى بقى نشوف ما دام خلصنا المشروع ده نقيمه ازاي. يعني مثلا كتاب اتعمل، الكتاب ده تعالى بقى نقيمه، الكتاب ده ايه المشاكل اللي حصلت في اثناء تنفيذه، ايه مستوى، هل حقق الاهداف اللي كنا عايزينها منه، هل كان مستوى الجوده بتاعته، هل التكلفه، هل الحاجات دي كلها تتعمل. ليه بقى؟ لانه الاكس بوست ايفالويشن دي هي اللي بتدينا المضمون الفعلي بتاع التجربه، هي اللي بتحول العمل الى خبره. يعني لما اعمل مؤتمر مثلا لازم دايما، كنت بقول الكلام ده، كان عندي حنان عبد الرازق وهدى الميقاتي في الاول خلاص قعدتهم يعملوا جدول لكل اعداد المؤتمرات، قلت لهم اخر المؤتمر لازم يحصل اكس بوست ايفالويشن، نقيم بقى ايه التجربه، ايه اللي اتعلمناه من المؤتمر ده. لا والله كان لازم نتفق مع التصوير قبل كده، لازم نعمل مش عارف ايه، لازم يعني ايه هي التجارب المكتسبه من هذا. فاذا احنا بنبتدي بالميشن ستيتمنت، استراتيجي، ديبارتمنتال، ايدنتيفيكيشن، بريباريشن، ابريزل، ابروفال، امبلمنتيشن، سوبرفيجن، كومبليشن، اكس بوست ايفالويشن. المسار ده المفروض يبقى موجود
لكل مشروع. وبعدين الاكس بوست ايفالويشن دي بقى از ان اسينشال بيلدينج بلوك في النوليدج مانجمنت. النوليدج مانجمنت ده موضوع اتكلمت فيه مع السيكتور هيدز رؤساء قطاعات، وهكلم فيه في جلسه ثانيه مع المديرين، انما اتكلمنا فيه مع السيكتور هيدز فهم عارفين انا بتكلم عليه. هو اساس المؤسسه لازم تكتسب خبره من تنفيذ كل مشروع، وهذا الرصيد من التقييم اللي بيتعمل نتيجه لنهايه كل مشروع. وزي ما كنت بقول في جلسات من هذا النوع قلت لهم احنا ما بندورش على مين غلط، احنا عايزين ازاي نحسن الاداء المره الجايه، ايه التجربه المستفاده من المؤتمر ده او الكتاب ده او البحث ده او الى اخره، عشان اقدر استفيد المره الجايه يبقى احسن. فده السايكل، كل مشروع لازم يبقى كده. الاكس بوست ايفالويشنز دي ريممبر احنا وي ليرن فروم اور ميستيكس، الواحد بيتعلم من الاخطاء مش من النجاحات. اغلب الوقت النجاحات بتعدي كده والواحد يبقى حاسس انه عمل حاجه كويسه، انما هو اتعلم التعلم الحقيقي ان هو يدور على فين الاخطاء اللي وزي ما كنت بقول السؤال، يعني اسال نفسك دايما السؤال ده، ايه اللي كان ممكن اعمله بصوره مختلفه عشان احقق نتيجه افضل. يعني ما اقولش بقى انت غلطت في حاجه، اصل ما غلطتش في حاجه، انما اسال نفسك ايه اللي كان ممكن تعمله بشكل تاني عشان كان تبقى النتيجه افضل. ده مطلوب ان يبقى موجود دايما في كل تقييم. تسجيل هذا الكلام كتابه بيبني institutional memory، الذاكره المؤسسيه، لان من غير الذاكره المؤسسيه دي كل واحد بقى يبقى عنده الحاجه بتاعته. لسه مع الدكتور هشام كنا بنتكلم في مشكله ان مصر ما فيش مؤسسه تسال اي حاجه يقول لك لا ده دكتور فلان الفلاني عنده في الدرج بتاعه دراسه عن مش عارف ايه. ده مش شغل مؤسسي، ده يعني اصبح ده شغل تهريج يعني. عشان كده البلد متخلف. شغل مؤسسي لازم ايفالويشنز دي تتكتب تتحط. احنا كان عندنا ديبارتمنت في البنك الدولي اوبريشنز ايفالويشنز ديبارتمنت مستقله عن الديبارتمنتس الثانيه، كان بيعمل التقييمات النهائيه دي كلها وبينشر تقرير دولي سنوي عن التجارب المستفاده من المشروعات المختلفه، سواء بقى في قطاع الزراعه او في قطاع الطاقه او في قطاع التعليم ايا كانت. يعني المهم بقى انه ده مش بس يبيلد ان انستتيوشنال ميموري ان الحاجات تتكتب، انما لازم عشان احول اللي بعمله ده الى خبره، عشان اكتسب خبره حقيقيه لازم هذا التقييم المستمر يبقى موجود. الحاجه الرابعه انه هيسمح لنا كمؤسسه ان احنا تو ديفلوب اور اون كيس ستاديز. انا عملت لكم في الريتريتس واللي حضروا منكم ريتريتس معايا قبل كده بجيب لكم كيس ستاديز، اشي من براتون في نيويورك و جاك ويلش في جنرال إلكتريك ومش عارف في الهند في المراكز بتاعت العلمية بتاعتها ومش عارف ايه. طب ما الكيس ستاديز دي، ما احنا لازم يبقى عندنا الكيس ستاديز بتاعت مكتبة اسكندرية، وليه ما يبقاش عندنا الكيس ستاديز؟ احنا مؤسسة على فكرة عالميا معترف بينا، وانا فخور جدا اقول كان معايا الدكتور مجدي ناجي ويوسف صلاح كنا سوا في واشنطن اثناء العيد في اجتماع بتاع الانسيكلوبيديا اوف لايف، وكان في دور اساسي بتقوم به الناشونال اكاديمي اوف ساينسز بتاعه الولايات المتحده الامريكيه، ومكتبه اسكندريه هي اللي استلمت هذا الدور في المرحله القادمه. فلما مكتبه اسكندريه تستلم مسؤوليه كانت مكله الى الناشونال اكاديمي اوف ساينسز، وما زال الريبوزيتوري هيبقى في هارفارد والسكرتارية في السميثسونيان وبتضم الصين وبتضم أستراليا وبتضم ناس تانية، يعني ده اعتراف بأن المكتبة بتلعب في نفس الملعب مع الناس دي. ثم يعني أن احنا عندنا تجارب أخرى، سواء ال 500 ألف كتاب الفرنساوي أو 430 ألف كتاب الهولندي أو غيره أو غيره، بتبين أن دي تجارب فريدة من نوعها على مستوى الساحة العالمية بالنسبة لمكتبات كتيرة جدا كان ممكن تستفيد منها. طب انا يوم من الايام لازم اكتب تقييم الكيس ستاديز دي.
كيس ستاديز دي بتتبني على اساس ان في تقييمات لكل مشروع وكل تجربه. زائد بقى طبعا ان ده لما يتواجد ده بتبقى الماده عشان يوم ما يجي حد يكتب تاريخ المكتبه تبقى موجوده. نوليدج مانجمنت بقى ده دور حاجه موضوع مهم بس هنخليه لمناقشه اخرى مش هنخش فيه دلوقتي لان ده موضوع كبير اخر. اتكلم بقى دلوقتي طيب اتفقنا على المشروع وقلنا له بدايه وله نهايه. ازاي نعمل بروجكت سكيدولينج؟ انا بيجي لي ناس كتير بمقترحات مشروعات انما ما فيش تقييم فعلي او اعداد فعلي للسكيدول. فبروجكت سكيدولينج اساسا بيمشي كالاتي. اولا نقطه مهمه جدا وبتسمعوني بقولها كتير قوي ومصر للاسف بلد متخلف جدا عشان الحكايه دي. تايم از ماني، الوقت له قيمه، الانجاز السريع له قيمه. حكايه ان الحاجه تتمد وتتاجل وتتعمل وبتاع ده ما ملوش معنى. ف ولما هتشوف هنخش على الكوست بنفيت اناليسيس هتلاقي ان از فيري سنسيتيف تو تايم. استفادة من المشروع مهمة جدا. فإذا لازم السكيدولينج بتاع المشروع يبقى مهم. فالسكيدولينج از سكيل، مش أي حاجة كده أي حد يقول. عايز واحد يفكر المشروع ده بتركب إزاي، زي واحد ماسك حاجة كده قدامه ويقول استنى شوية لازم الأول أخد الحتة دي وبعدين أخد الحتة دي وبعدين الحتة دي لتركب وبعدين دي. ما ينفعش ناخد دي دلوقتي مع دي، لازم دي الاول ثم دي ثم دي ثم دي وبعدين الحاجات دي تركب مع بعضها. وده كل الخطوات دي وكل التاسكس دي مطلوبه عشان اوصل للنتيجه اللي عايز اوصل لها. فابسط نوع من السكيدولينج هو السكيدولينج اللي انا هطلبه منكم حاليا. ابسط نوع من السكيدولينج هو البار تشارتس. يعني انا هقول ان هيبقى في مثلا هنا سكانينج بروسيسنج تكنيك، في تيستينج اوف تكنيك، وفي فول امبلمنتيشن، وهنا مثلا هنعمل او سي ار يبقى فونت وبتاع، داتا بيس كرييشن، ميتا داتا ببلشنج اتسترا. هنا بقى الحتت دي مهمه جدا، يعني لازم الحته دي تتعمل الاول وبعدين نبتدي هنا. ما ينفعش نبتدي دي هنا لانه لسه لازم الحته دي تخلص الاول قبل ما اقدر ابتدي الحته اللي بعديها. انا ممكن ابتدي دي ودي ودي مع بعض، فلازم اعرف ايه اللي لازم دي بقى لازم تخلص دي وبعدين تخلص دي عشان اقدر ابتدي دي. فالسيكونسينج ده مهم. العلاقات ما بين الحاجات وبعضها مهمه. في وسائل غير البار تشارت، بار تشارت ده اسهل حاجه ولكن هو بيغطي حاجات كتيره. في وسائل بقى بتركز على النقط دي، النقط دي الدوائر الحمراء اللي انا عاملها دي، عشان تعرف اللقاءات ما بين الاجزاء المختلفه بتاعت المشروع. Dovetailing tasks and scheduling بتعمل ازاي؟ هديكم مثال بسيط. يعني اولا لازم الواحد يعمل ordering للتاسكس بتاعته، يبتدي يفتكر ان في activities that can be carried out in parallel. مش كل حاجة لازم تستنى ان الحاجات التانية تخلص. يعني لما احط من 1 لـ 10 ممكن 1 و3 و5 يبتدوا مع بعض، و2 لازم تستنى 1، و4 لازم تستنى 2 و3 قبل ما، وهكذا. فاقدر انظم نفس الحكايه دي. فلازم ناخد الاستيميتد ستارت اند اند ديتس بتاعت كل اكتيفيتي، ولازم اعرف المده اللي هتاخدها الاكتيفيتي الواحده قد ايه، محتاج لقد ايه عشان انفذ الاكتيفيتي دي. عشان انفذها محتاجه 3 اسابيع، محتاجه اسبوع، محتاجه اسبوعين، ايا كان، محتاجه يومين، محتاجه ساعتين، ايا كان. يعني ده مثلا لما باجي اعمل بروكيورمنت، فانا لازم احضر السبيكس وبعدين اطرح عمليه وبعدين مش عارف ايه. في سلسله من الخطوات، مش كل الخطوات لازم تمشي بالتسلسل، في ممكن بعضها يبتدي قبل ما التانيه تخلص. وبعدين تعمل دايجرام بالدوائر كده واسهم، واذا احتاج الامر جيت اكسبرت هيلب يساعدوك في الدايجرام الاولاني ده. وبعدين تعرف ايه هو الكريتيكال باث، ايه بقى الحكايه دي. هديك مثال هنا.
افرض انه دلوقتي هبعت حد منكم في افريقيا ولازم تاخد شوت بتاع يلو فيفر ولازم تجيب فيزات ولازم تاخد تذاكر الى اخره. طيب ففي موافقه على البيزنس تريب، في فيزا هتصور وبتاع وابعتها، في يومين حمله فيها من الحاجه 14 يوم عشان يدوني الفيزا، اقدر اروح المستشفى اطلب من اروح المستشفى عشان اخد فاكسينيشن ضد يلو فيفر ولا حاجه. مفيش فاكسينز ضد الايبولا يعني، اللي بيقرا مالاريا، لا مالاريا بتاخد لازم تاخدي قبليها، بس بتاخده بناخد بيلز يعني. وفي يو ريسيف هيلث سيرتيفيكت بعد الحكايه دي، وبعدين يو كان ليف بقى، معاك الفيزا ومعاك الجواز والتذكره وبتاع تطلع. الحاجات دي كلها بتدي مسار معين. اوريدي من اكتر من 30 سنة انا لسه عيل صغير كنت بعمل الحاجات دي على اي مشروع كنت بشتغل فيه. ده مشروع بسيط لشوية مدارس بتتبني في اليمن. ادي السكيدولينج بتاع المشروع، جزء منه هنا له دعوة بالإكويبمنت والفرنيتشر والبيلدينجز، متقسم في فترات زمنية معينة. الدايرة دي هي اللي بتشرح اللوجيك بتاع الحكاية. أنا عندي أكتيفيتي هعملها كدايرة، زي أن أجيب فيزا، زي أن أطرح عملية محتاجة للدي دا ديوريشن، ده how much time does it take أن أعمل العملية دي بالذات. كانت العملية دي أسبوع، أسبوعين، ثلاث أسابيع اللي هو. وبعدين عندي الـ earliest start والـ earliest finish، يعني لو بدأت في الأسبوع 14 وده بياخد أسبوعين يبقى ده هيبقى 16. طيب بعد كده هعرف إزاي إذا كانت أقدر أتأخر في الحكاية دي ولا لأ. If it's not on the critical path هيبقى عندي براح فيها. براح ده اللي بنسميه float time، أقدر أتأخر قد إيه. والـ float time زائد الـ earliest بيديني الليتست ستارت والليتست فينيش على اعتبار ان الديوريشن از فيكست. فلو شوف الكلام ده 1973 يعني كان كلام قديم قوي. فاذا خدت حاجه صغيره زي دي، طبعا احنا كنا بنشتغل في اليمن سنه 73، فما كانش في تيمز اكسبرتس تعمل اي حاجه. استنى بتوزع ايه؟ بلوك نوتس. لا ما توزعش الفورمز لسه، الفورمز دي في الاخر خالص. If you look at the details صغير زي ده، ادي الستارت، في approved agreement مع اليمن، فاحنا هنعمل pre-qualification لconsultants، وفي skeleton project unit that is established. وبعدين اثناء احنا بنعمل pre-qualification ده هيبقى في prepared advertising in terms of reference للاثنين. وبعدين because ده كان يمن سنة 73 كان في ريفيو في البنك، بنك ابروفال، والكونسلتنتس بريبير ذير بروبوزلز ان ريسبونس للادفيرتسمنت اللي طلع اللي هو كراسه الشروط. وبعدين هنبتدي نعمل ايفالويشن اوف بروبوزلز بعد ما ناخدها هنا. بس عشان نعمل ايفالويشن اوف بروبوزلز مع السكيلتون ستاف ده، وي ار دوينج سايت سيلكشنز، ايفيدنس اوف اكويزيشن، ساتيسفاكتوري ايفيدنس، نقدر نعمل سايت سيرفيز. هنا هنعمل preparation of evaluation criteria بتاعت ال evaluation ايه، برضو approved by the bank، لان لازم وقتها ما كانش فيه اي خبرات في اليمن خالص. دي كانت من اول المدارس بتتبني في اليمن يعني، كانت الكلام ده كان زمان قوي. وبعدين هيبقى فيه evaluation of proposals، select the consultants، approval of the contract بتاع consultants، negotiate the contract، وبعدين الفاينل ابروفل، والكونسلتنتس ار اون سايت. ليه؟ لان السايت سيرفيز كملت، اخترناهم، استلموا. كل دايره من دول اتملت بالطريقه اللي قلت لكم عليها. في مجموعه حاجات بقى اللي هي على الخط الغامق ده، دي بنسميها اون ذا كريتيكال باث. اي تاخير في اي واحده من دول اسبوع واحد هتاخر النتيجه النهائيه اسبوع واحد. الحاجات التانية دي ممكن اقول لك هنا مثلا دي عندك
2 ويكس في الفلوت بتاعها. هنا دايما الكريتيكال باث باي ديفينيشن عنده زيرو فلوت. That's becomes the critical path. ليه أهمية الحكاية دي؟ إن أنت لما عندك حاجة معقدة زي دي أو زي دي لازم تعرف أنت بتشتغل إزاي، وخصوصا إن أنا أقدر أجيب فرق من الناس بتشتغل في كذا حاجة، لازم أعرف نتيجة الفرقة دي لو اتأخرت دول هيحصل إيه، ده هنا ممكن يتأخر شوية أسبوعين مش هتفرق كتير معايا، ده ما يقدرش اخر اي تاخير هياخر فرق تانية. انا متفق مع فلان وفلان وفلان انهم هييجوا هنا، ولازم تكون الحاجات جاهزه عشان اللي هييجوا يراجعوها and so on. فالcritical path method ده is a very good technique تقدروا تفكروا فيها. طبعا الكلام ده وريته لكم، ده الكونسبت بتاعه. I can draw it the same way ده اللي وريته لكم زي ما عملته دلوقتي، وان اقدر ابني الدائرة دي لكل واحدة بحط الدوائر كده، بحط الاكتيفيتي قد ايه، بكل اكتيفيتي هتاخد قد ايه، وبعدين يبقى فين الايرليست والليتست فينيش، وبعدين ارجع من الناحية التانية اقدر اشوف الفلوت تايم عندي قد ايه، وبعرف المسار اللي بسميه الكريتيكال باث ميثود. الكريتيكال باث بتاعي اي حاجة موجودة عليه اذا اتأخرت هتأخر الشغل النهائي كله. فده is a simple thing to do. النهاردة computer programs help you with all that. مش محتاج الواحد يعمل الحاجات دي، ومش هطلب منكم تعملوا كده. انا بديكم ده كخلفية ان لازم الواحد يفكر فيه. We'll focus on a simpler level of analysis and presentation اللي هو البار charts اللي احنا قلناه. And now I will introduce the BA project fish. بس قبل ما ارجع اعمل ده عايز ارجع الى how do we know if it's a good project to do, and this is where cost benefit analysis comes in. لانه في النهايه حتى لو انا عملت مشروع متكامل وعملت له critical path وعملت له جدوله وعملت له موازنه، ما حدش قال المشروع ده كويس ولا لا. ايه البدائل اللي مطروحه قدامي لهذا المشروع؟ هل ممكن أحقق نفس الأهداف بمشروع آخر؟ مشروع يكلف أقل، يتعمل أسرع، مشروع يكلف نفس التكلفة ولكن يجيب فوائد أكتر. التقييم ده مش موجود لغاية دلوقتي. كل اللي اتكلمنا فيه project cycle في بوكس كده اسمه appraisal. appraisal ده مفروض يقيم الحتة دي. البوكس بتاع appraisal اللي هو جاي قبل approval، قبل الموافقة، مفروض هو اللي بيقيم الحتة دي. هل ده مفيد ولا مش مفيد؟ هل في بدائل افضل منه ولا لا؟ ده محتاج ان احنا نعمل الكوست بنفيت اناليسس. الكوست بنفيت اناليسس مفروض بيتعمل في اغلب المشروعات، وفي اغلب المشروعات بيسمح لي ان اعرف البدائل بينها وبين بعض واوصل لنتيجه في اختيار اعمل المشروع ده ولا ما اعملوش. This is normally what is done في البروجكت appraisal. طيب الكوستس والبنفيتس، يعني الفكره كلها ان كل مشروع هيكلفني حاجه وكل مشروع هيجيب عائد معين. العائد بيجي اغلب الوقت بعد الصرف. يعني لو ببني مبنى ده تكلفه، وبعدين العائد ان انا بستعمل المبنى ده في حاجات المفروض انها مفيده. فهاجي التكلفه يوجوالي بتبقى لها شكل تقريبا كده لغايه ما المشروع ينتهي. في فترة الأول بيبقى فيه تشوين ومش عارف إيه، وبعدين بمشروع بيتبني، وبعدين بيبقى فيه تفنيش بقى في الآخر وتفاصيل وبانش ليست وكده. وبعدين عندي فوائد هتيجي من استعمال المشروع. في الأول أول ما هبتدي، في الأول لسه بيبتدي المبنى لسه بيتشطب، فببتدي شوية وبعد شوية بيتعرف في المكان وكل حاجة، وتبقى حاجة كبيرة جدا وكويسة قوي. وبعدين بقى المبنى بيقدم وبتاع، فببتدي ايه فوائد منه بتبقى اقل، وهحتاج اعمل مشروع جديد بتاع احلال واستبدال وحاجات كتيرة تحصل يعني. طيب انا دلوقتي لو بصيت كده، انا عامل طبعا الستراكشر الاثنين شكلهم قد بعض بالظبط. هل المشروع ده يسوى انه يتعمل ولا ما يتعملش؟
ليه ما منوش منفعه؟ هو المنفعه الخضراء. نعم. طيب يعني انت يو وانت تو هاف بنفيت اكتر من الكوست يعني. نشوف لو انا عملت كده يرضيك. هذا مانيا. لا لا ده معلش ده رح نتكلم فيه بكره بقى، اللي هو ازاي احول ازاي اقيم الانتنجبل بنفيتس. This is tomorrow's lectures. النهارده بنتكلم على البيزكس خالص. ماني. طيب ادي انت قلت يس وي شود. ويل ديبيندز. هنشوف ليه بقى. لانه الدولار توداي از ورث ا دولار. A dollar 10 years from now is not worth $1. فأنا لما أبص لدي كده صحيح الأخضر أكتر قوي من الأحمر، إنما ده جاي بعد 10 سنين ولا 14 سنة، وده جاي بعد 3 سنين. فالقيمة بتاعة التكلفة لازم تعمل لها discounting للفترة المعاصرة بتاعتي. يعني أنت ما ترضاش إن أنا أقول لك اديني دولار النهارده وهرجعه لك بعد 10 سنين. لا، كان زماني استثمرته وجبت فيه قده. طيب يبقى اذا عشان اعرف القيمه دي ايه، القاعده از فيري سمبل. هذا الدولار او الجنيه او اللي هو هقسمه على 1 زائد ريت اوف انترست، قول سعر الفايده بتاع البنك، مرفوع الى عدد السنوات. لو بحسب سعر الفايده على السنه، القاعدة دي قاعدة معروفة، وبالتالي أقدر أحسب كذا حاجة. أقدر أشوف المقارنة اللي أنت عملتها، اللي هو الفرق ما بين الكوستس والبنفيتس، ولكن الاثنين يبقوا ديسكاونتد للنهاردة، وده بنسميه النت بريزنت فاليو. نت بريزنت فاليو بتاعت المشروع نت، يعني الكلمة المسمى نفسه هو في شرح بتاعه. It's a net value today في present. فمعناته ان لازم المسار بتاع التكاليف والمسار بتاع البنفيتس ارجعهم للنهاردة. فthat's what it says هنا هوت، ان ده الاكويجن دي كل البنفيتس ناقص كل الكوستس، ولكن مترجعين الى whatever the rate of interest is اللي بيستعمل لعدد السنوات اللي بنستعملها فيه. او في فورمولا تانية اللي بنسميه benefit cost ratio، وهو ان اقسم واحد على التاني. بس ما ينفعش ان اقسم النومينال فاليو، لازم احسب الديسكاونتد فاليو بالنسبه ل whenever بتحدث الحكايه دي. وفي ثيرد فورمولا، تو فورمولاز. المشكله بقى هي انه الاثنين فورمولاز دول ار فيري ديبندنت على ايه الانترست ريت اللي بستعمله. لو استعملت انترست ريت 3% غير لو استعملت 10%، ديسكاونتنج بيبقى له امباكت ضخم جدا. فطلعنا ببديل نسميه الانترنال ريت اوف ريتيرن. الانترنال ريت اوف ريتيرن يقول احنا هنشوف العلاقه ما بين الكيرف بتاع الكوستس والكيرف بتاع البنفيتس بالمده الزمنيه بتاعته، وهحل معادله بتقول ايه هو الريت ده، الريت ده الاي دي اللي تخلي المعادله دي تساوي زيرو، تساوي الاثنين ببعض تساوي زيرو. You obtain it by solving this equation. وتذكرة نهائية في الآخر إن البنفيت آخر سنة مفروض أحسب فيه السكراب أو سالفج فاليو، لو فيه حاجة هبيعها في الآخر كده كمان ما انساهاش في البنفيتس في النهاية آخر سنة. طيب الـ IRR ده أعمل بيه إيه؟ الـ IRR ده لازم أقارنه، دي تلاتة إيكويجنز أهي، تلات إيكويجنز تحسبه: نت بريزنت فاليو، بنفيت كوست ريشيو، internal rate of return which is what sets
NPV net present value equal to zero. يبقى أنا بقارن الـ IRR ده بأي حاجة أنا عايزها. Usually الـ opportunity cost of capital. إيه الـ opportunity cost of capital؟ أنا عندي capital أصرفه في المشروع ده ولا أحطه في البنك؟ لو البنك بيديني 9% فلازم يبقى الـ IRR بتاعي ده أعلى من 9%. ولا أخد فلوسي وأحطها في البنك وأخد الريع بتاعها. محمد الشيحي يبقى مبسوط خالص. أي حاجة عادي. وأشرف هيسنده في هذا الرأي. حطه في البنك وهات فوائد منه. وبلاش الناس اللي تصرف دي. فهنرجع تاني نشوف هنعمل إزاي الحكاية دي. طيب. الرولز آر سيمبل. نت بريزنت فاليو لازم يبقى بوزيتيف. البنفيت كوست ريشيو لازم يبقى أكتر من واحد. الاي ار ار يبقى أكتر من whatever interest benchmark you will use. طيب دي حاجة سهلة يعني. انتهت كده الحكاية ولا ايه؟ حد حاسس في حاجة ناقصة؟ كمان كمان في حد ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ ايه ريسك اوف اوبريشن؟ ممكن يحصل ايه؟ كويس اوي. يبقى احنا عايزين نعمل ريسك اناليسيس. ريسك اناليسيس انه ممكن مثلا ان انا ده دلوقتي انا لسه ما بداتش تنفيذ, فممكن ان التكلفه بتاعه المشروع التقييم بتاع تكلفه المشروع يطلع غلط, وممكن التكلفه تبقى اكتر او انفايرمنت بتاعي. لا ده بقى دي intangibles, دي يعني دي ال unpredictables, تاخد تأمين ضدها لو عايز. إنما أساسا أنت بتقدر تقول عشان أعمل ال decision بتاعت المشروع ده is go or no go لازم أعمل sensitivity analysis. sensitivity analysis يعني يحصل إيه لو كان التقييم بتاعي في طلع غلط 10% أو 20%, يعني بدل ما يكلف 100 كلف 120, أو البنفيتس طلعت أقل, أو إيه تاني؟ ما قلنا دي أول حاجة قلناها, تكلفة عاليت أو البنفيتس قلت. إيه تاني؟ الوقت. يحصل إيه لو البنفيتس الوقت التنفيذ اتأخر وترتب على كده إن البنفيتس ما بدأتش إلا سنتين بعد ما كنت متوقع انها تبتدي, فاذا الديسكاونتنج بتاعها هيبقى اعلى قوي. فبالتالي دي كلها حاجات بتخش في سنسيتيفيتي اناليسيس. فنعمل اكسرسايز بسيط. ريممبر ان احنا بنعمل الكوست, تعمل ديسكاونتنج كاش فلو للكوست, تعمل ديسكاونتنج للبنفيتس, نت بريزنت فاليو, بنفيت كوست ريشيو, او انت تقدر تعمل الاي ار ار. احنا خلينا دلوقتي نبص على البنفيتس والكوست. لو انا افترضت مشروع صغير قلت الكوست بتاعه 6000 والبنفيتس بتاعته 6000, ده تقريبا الصوره الاولى اللي ايمن زودي كان بيتكلم عليها. ادي الكوست وادي البنفيتس, الاثنين ار ايكوال بالظبط 6000 و6000. فطبعا انا دلوقتي لو بصيت لحاجه زي كده وعملت الديسكاونتنج ده الكوستس هيبقى بدل 6000 هينزل ل 4900, لان احنا بعمل ديسكاونتنج الدولار بتاع 3 سنين مش زي الدولار بتاع السنه دي. وانما البنفيتس هتبقى ديسكاونتد ايفن مور, فبالضروره لانها فيردر اوت هتبقى قيمتها اقل من الكوست بتاعها, فبالتالي البنفيت كوست مش هيبقى حلو. نت بريزنت فاليو از نيجاتيف ماينس 1080, بنفيت كوست ريشيو از 0.78 اقل من واحد. طب الاي ار ار يساوي ايه؟ لا الاي ار ار الانترنال ريت اوف ريتيرن از انهيرنت ان ذا ستراكشر اوف ذا بروجكت, عشان كده انا بحسبه عشان اقارنه بالريتس اوف ريتيرن اللي موجوده في البنك او السوشيال ريت اوف كابيتال او وات ايفر اي وانت تو يوز از ان اوبورتيونيتي كوست اوف كابيتال.
الاي ار ار هنا يساوي زيرو. ليه زيرو؟ لانه التو اكاونتس ار ذا سيم. ف وات وود سيت ذم وود سيت ذا نت بريزنت فاليو ايكوال تو زيرو اذا زيرو. انا بجمعهم على بعض من غير انترست ريت خالص. طبعا ده معناته ان اي انترست ريت هيبقى اعلى، اي اوبورتيونيتي هتبقى افضل من هذا. ففعلا من الواضح ان اذا كانت البنفيتس والكوستس ار ايكوال، بس الكوستس جايه اب فرونت والبنفيتس جايه بعدين، يبقى باي ديفينيشن هتبقى فور شور اي نيجاتيف نت بريزنت فاليو. بنفيت كوست هتبقى بلو 1 والاي ار ار وات ايفر الترناتيف يو لوك ات هيبقى احسن. طيب افرض ان احنا جينا دلوقتي وحطينا ان انترست ريت اوف 10% وبصينا، هيبقى الارقام دي هتتغير، انما الاي ار ار برده مش هيتغير. ليه؟ لان القيمه دي ما اتغيرتش. انا انترست ريت اوف 12% البنفيت كوست بيقل، النت بريزنت فاليو بيكمز مور نيجاتيف، الاي ار ار ستيل ذا سيم لانه مرتبط بالبيس ستراكشر دي. طب افرض غيرت البيس ستراكشر دي وخليت زي ما وريت انا في السكند كيرف، خليت البنفيتس 9000 والكوست 6000 متوزعين على السنوات بالشكل ده، يبقى اذا وقتها لما اجي اشوف الحكايه 8% انترست ريت هيبقى ده الديسكاونتنج بتاعه، وادي الفاليوز بتاعتي. البنفيت كوست ريشيو هاز ناو بيكم بوزيتيف، النت بريزنت فاليو هاز بيكم بوزيتيف، والاي ار ار هنا هو 13.6 يعني اذا انه الريت اوف ريتيرن ده از ا جود ريت اوف ريتيرن. لانه الافتراض في مثلا لو الانترست ريت في البنك 9% و10% يبقى it is worth doing بالشكل ده. But طبعا اذا حصل delays في الامبلمنتيشن بتتغير الصوره. البنفيت سكند بنفيتس في انترست ريتس 10%، خد بالك النت بريزنت فاليو بيقل، البنفيت كوست ريشيو بيقل لانه it's further out رغم ان احنا زودنا البنفيتس. الاي ار ار ريمينز ذا سيم. ليه ات ريمينز ذا سيم؟ زي ما في الاول فضل زيرو هنوت، لانه الاي ار ار از ديبندنت الانترنال ريت اتس انترنال تو ذا ستراكشر بتاع الكوست وبنفيتس اوف ذس بروجكت، فما بيتغيرش بالانترست ريت. هو الانتر باي ديفينيشن ات از ذا انترست ريت ذات سيتس البنفيت ستريم والكوست ستريم ايكوال تو زيرو، بيساويهم ببعض. فده له علاقه بالستراكشر بتاعت الكوست والستراكشر بتاعت البنفيتس. اوكي، فده بيتغير بالشكل ده. وده الانترست ريت 12 نفس التجربه اللي عملناها، النت بريزنت فاليو قل خالص، البنفيت كوست ريشيو يا دوب بقى 1.05، انما الانترنال ريت اوف ريتيرن ريمينز ذا سيم. ف انا قلنا طب لو حصل ايه لو ضربنا البنفيتس في 2 وبدل مره ونص بقت 12000، هنقدر نعمل نفس الاكسرسايز، هنلاقي الفاليوز طبعا مور روبست، الريت اوف ريتيرن از فيري هاي، وهنا الريت اوف ريتيرن ريمينز فيري هاي لان احنا هنا ضربنا ضعف البنفيت اماونت از توايس ذا كوست اماونت، فالبنفيت كوست ريشيو ريمينز بوزيتيف والنت بريزنت فاليو ريمينز بوزيتيف. فهنا بقى نشوف لو سنسيتيفيتي اناليسيس يتعمل ازاي. نقول طيب افرض ان الكوست استيميت كان فلت مننا وطلع 10% اكتر، and you do a run on that وتشوف الريزلتس بتاعتك ايه هنا. وهنا لو غيرت الانترست ريت الداخلي برضو هتلاقي الاي ار ار ما بيتغيرش، انما يعني هنا هو الاي ار ار ده از ماينس 3 10 20، دول لهم قيم معينه، دول بيتغيروا لما بغير الانترست ريت لان لازم احسبهم بالديسكاونتد كاش فلو، انما الاي ار ار
minus 3 10.5 20.8 still stays the same. نفس الحكاية لما بغير الريت. تغيير الريت بيغير النت بريزنت فاليو غير البنفيت كوست ريشيو، ما غيرش الانترنال ريت اوف ريتيرن. انما هنا مثلا لو قلت كوست استيميت بلس 20% الانترست ريت، نفس الحكايه احسب الحاجات دي كلها. بنفيتس ديليد باي 1 يير، انا برضو هلاقي ديفرنت ريتس اوف ريتيرن موجوده. فبعمل الاناليسيس ده، ذيس از ا تيبيكال اناليسيس بتاع بنسميه سنسيتيفيتي اناليسيس او ريسك اناليسيس. بشوف بقى benefits delayed by 1 year, costs increased by 10%, costs increased by 20%, benefits delayed by 2 years, etc. ليه؟ لأن بقول لنفسي how robust is that decision؟ يعني بمعنى آخر المشروع ده كويس؟ كويس. مهما كان، حتى لو التكلفة زادت عما كنت متوقع، حتى لو التنفيذ اتأخر، لسه مازال الـ interest rate بتاعي الـ internal rate of return بتاعي is way above الـ opportunity cost of capital، وبالتالي it is a robust project. I have a robust rate وبالتالي I feel more safe إن أنفذه. لو كان عندي مشروع على الحركرك ولاقي إنه والله إذا الـ cost زادت 10% أو التنفيذ اتأخر سنة you tip into the negative، لازم تسأل نفسك وقتها is it worthwhile doing ولا في حلول تانية او بدائل اخرى او جارانتيز معينة اقدر اخدها في تنفيذ المشروع. فهنا benefit delayed by 2 years ونفس الاناليسيس بنعمله. فconceptually كل الحاجات دي، يعني conclusion بتاع الحاجات دي، ان a dollar today is not the same as a dollar 5 years from now، وtherefore انه لازم نعمل discounting للcash flows كلها. You include all costs and benefits. We compare using one of the three techniques, here net present value, benefit cost ratio, our internal rate of return. Here المعادلات اللي وريتها لكم دايما، واللي هي rules بتاعتها net present value has to be positive, benefit cost ratio has to be more than one, well internal rate of return has to be higher than whatever benchmark هاخده opportunity cost of capital. Usually اللي هو الانترست ريت اللي اقدر اخده من بنك as a simple rate. نيجي بقى للبي اي بروجكت فيش، مين عنده الورق يوزعه؟ اسلام معاك الورق؟ طيب هنوزع عليكم الورق ده، انما اساسا here's what it looks like بقى. انا عايز كل مشروع في المكتبه هيبقى له ورقتين كده وكده، هنجي لهم دلوقتي واحده واحده. اول حاجه هيبقى فيه بروجكت نمبر، طبعا اصدقائنا بتوع الماليه والاداريه هينبسطوا قوي ان في بروجكت نمبرز عشان نمسك كل البروجكت نمبرز. زي ما تقولوا لي كارنيجي سي 72 ولا كارنيجي سي 74، حاجات زي كده. وفي بروجكت نيم، واول حاجه ستارت ديت واند ديت. كان في بروجكت يبقى في ستارت ديت وفي اند ديت، والا ما يبقاش بروجكت. بروجرام ممكن يتعمل له سلايسز ان تايم، يبقى الجزء الاول من البرنامج ده اذا بروجكت بنبتدي السنه دي سنه الماليه 1/7 وينتهي 30/6 مثلا. وبعدين عايز اعرف بقى مين الريسبونسابيلتي، المين ريسبونسابيلتي مين كسيكتور وكديبارتمنت سنتر، وبياخد سبورت من اني سيكتور من اني ديبارتمنت سنتر، لانه اغلب المشروعات مش هتبقى متركزه اكسكلوسيفلي ان وان سيكتور، هيبقى فيها انبوتس ثانيه. وبعدين عايز اعرف مين البروجكت ليدر، اسم بني ادم هيتحط هنا في اسم الشخص وفريق العمل بتاعه، هنحط اسمائه، ده لازم يبقى متفق. هيبقى في حته كده نخلي حد يمضي عليها من رؤساء القطاعات ان هم موافقين على هذا المشروع، ولما تحط الاسماء بتاعت الناس انه يبقى في موافقه على ان الناس دي من القطاع ده هتشتغل مع الناس دي من القطاع ده، وان فلان هيبقى رئيس الفريق وفلان هيبقى عضو في الفريق. هيبقى essential part. ده اول جزء اداري مالي لازم نعرفه.
الجزء الثاني عايز مختصر، توصيف مختصر للمشروع في جملة أو جملتين كتير، إيه اللي بنعمله؟ وده طبعا مفروض إن هو لما الواحد يقراه يحس إن هو مطابق للاستراتيجية العامة بتاعت المؤسسة. فده البوكس نمرة 2 اللي هو الستيتمنت بتاع البروجكت. بوكس نمرة 3 بقى What are the main deliverables؟ ما حدش يقول لما خلص المشروع يبقى تعالى كلمني، لا، في deliverables. يعني مثلا لو أنا بكون فريق عمل، مثلا دكتور خالد عزب، أنا كنت وريتك البتاع الورلد مونيمنت فاند مثلا، هم عندهم فريق العمل بتاعهم، إنما بعد كده بيتصلوا بالكتاب اللي هيكتبوا الشابترز المختلفة. يبقى الفيرست ديليفربل لو أخدت ده كمثل يعني، يبقى إنهم يكونوا اتفقوا مع الثمان كتاب اللي هيكتبوا الثمانية تشابترز. That becomes a deliverable. في activity هتصل بيهم وهتكلم، وده هيرفض، وبعد ما يرفض يبقى هندور على حد التاني، وده هيقول انا موافق بس ما اقدرش اعمله في الوقت المناسب، اتسترا اتسترا اتسترا. انتهيت في الاخر ان عندي 8 موافقات، يبقى اقدر اقول ادي ديليفربل نمره 1 ان عندي 8 موافقات خلصت. نمره 2 مثلا انه الناس قدمت الفيرست درافت تشابترز بتاعتها. نمره 3 انه it has been peer reviewed، رجعت. ونمرة 4 انها خلصت على بعضها. ونمرة 5 مثلا ان الكتاب انطبع مثلا، يعني حاجة زي كده. في a series of deliverables، دي steps بتسمح للواحد انه يقيم الاداء اثناء الاداء، you monitor the performance اثناء الاداء. اهم حاجة نبعد عنها في تقييم الاداء ايه هي؟ نبعد عنها، اهم حاجة نبعد عنها، اكبر خطر تستعمله مصر استعمال كثير كبير جدا، وهو خطر سيء جدا جدا جدا. ايه هو؟ لا مش بس، لا، اكبر خطأ هو انك انت تستعمل input variables. يعني ان انا اقول أنا نفذت 50% من المشروع لأني صرفت 50% من الميزانية بتاعته. ده أكبر غلط تعمله. عشان كده deliverables are important. What is coming out is what counts. الفلوس، التايم، ده input. في واحد يقدر يخلص في ساعتين، واحد يخلص في يومين. فده input. أنا يهمني خلصت ولا ما خلصتش، وخلصت in time and at the proper quality. فإذا الdeliverables دي مهمة أوي كoutputs. زي ما أقول مثلا here is the first draft، أدي draft أولي بتاع المشروع بتاع الكتاب مثلا، وبعدين deliverable بعد كده إنها it has been peer reviewed and adjusted، والdeliverable بعد كده إن the final copy has been اتعمل لها بيج لاي اوت وتشيك على السبيلنج واللغه والبتاع والصور والحاجات دي كلها دخلت، وبعدين انها انطرحت في عشان الطباعه، وعشان يبقى اخر حاجه ان الكتاب طلع في وقت اللي هو مفروض يطلع بيه بالنسبه للوقت. اغلط حاجه ان حد يعتبر ان المونيتورنج بالصرف او المونيتورنج بالانبوت. نعم، يعني في ناس كتير بتغلط يعني، بس الحكومة المصرية بصفة خاصة بتغلط، بيعتبروا ان المعيار هو الانبوتس من قيس الانبوتس. واحدة من المشاكل الكبيرة عندهم ان هم صرفنا السنة دي 500 مليون يورو. لا، الايو ده في سبب تاني لهذا، سبب غير موجود عند اغلب الحكومات بس موجود عند الايو، وهو انه الدول الاعضاء بيدوهم فلوس كتير وبعدين هم ما بيصرفوهاش. فالدول الأعضاء بتقول لهم ما بتصرفوش في فلوس اللي مديها لكم ليه؟ بس لا والله صرفنا صرفنا كتير قوي. فهو ده، دي معركة أخرى يعني. إنما أيا كان، فهنا هيبقى عندنا deliverables. أنا عايز المشروع يتقسم
load deliverables outputs. وبعدين بقى في هنا دي نقطة مهمة بقى، لو الناس اللي بتعمل المشروع ده فاهمة هي بتعمل ايه هتعرف تملى دي. هنا بقى ايه البار شارت زي ما رسمناها المرة اللي فاتت، مش هقول لكم كريتيكال باس ميثود، هقول لكم بار شارت ابسط حاجة. وهنا سيريز اوف تاسكس، وادي الديليفربلز هتطلع امتى. تاسكس دي قصادها بادجت، تاسك دي هتكلفني كذا، تاسك دي هتكلفني كذا، تاسك دي هتكلفني كذا اتسترا. وبعدين تنفيذها له فترة زمنية، مقابل كده الفترة الزمنية دي معناتها ان انا هاخد في اول 3 اشهر كذا، في الربع الثاني هاخد كذا، الربع الثالث هاخد كذا عشان اوصل للبادجت النهائي بتاعي. يبقى عندي تاسكس من ناحية وعندي فترة زمنية من ناحية. ايه اهمية ان انا افصل التاسكس عن الناحية الزمنية؟ الكاش فلو تحت. طب ايه اهمية التاسكس لو انا بعمل بس الكاش فلو؟ لا something very important. لا ما احنا التايم موجود اهو، التايم موجود هنا. لا تاسكس لها سبب تاني. فاينانسينج بلان ممكن، لا نفهم في الكاش فلو. ممكن ان الدونر عندي مديني فلوس لحاجه معينه مش حاجه تانية. يعني انا هبص هنا التاسكس دي بقى قد ايه هقدر، يعني المية دي مثلا هيجي 30 من المكتبه و20 من دونر 1 و50 من دونر 2. بس دونر 1 ده مش هيديني حاجه لتاسك 2. الاتفاقيه ما توافقش على، يعني انتوا عارفين كويس قوي ديفرنت دونرز بيتفقوا على حاجات معينه، في واحد مستعد يديني اكويبمنت، في واحد مستعد يديني خبره، في واحد مستعد يديني اي حاجه. بدانا ان احنا ما بنجريش ورا الفلوس، احنا بندور على ان عندنا مشروعات احنا عايزين نعملها. فاذا لما بعمل فاينانسينج بلان بدور على فلوس ايه اللي اقدر استعمله في ايه. وزي ما انتوا عارفين ان في الاتفاقيات ساعات كتب حاجات معينه، في حاجات فيها انترتشينجابيلتي وفي حاجات ما فيهاش انترتشينجابيلتي. فعشان اقدر اعمل الفاينانسينج بلان بتاعي لازم اقدر احط قصاد التاسكس همول منين. في حاجات هتتمول، وانا بفترض هنا طبعا ان جزئيا المكتبه هتمول كل حاجه، زائد ان ديفرنت دونرز ممكن يمولوا حاجات معينه مش كل حاجه. في ناس بيمولوا تريننج، في ناس بيمولوا اكويبمنت، في ناس بيمولوا طباعه. ففي على حسب ايه هو، لو انا عندي تريننج واكويبمنت وطباعه وستاف تايم وبتاع مش كله هيتمول زي بعضه. في الايو بروجكت مثلا عندنا ليميتس على حاجات معينه موجوده فيها بادجت لاينز. فعشان اقدر اعمل الفاينانسينج بلان ده يهمني ان التاسكس تتفرد مع بعضها. فيبقى من عندي هنا التاسكس دي مفروضه مع بعضها، دي التوتلز اللي لازم تتواجد هنا، نفس التوتلز دي تتواجد هنا. وده كيفيه الفاينانسينج بتاعها. يعني ده اللي هو بقى الجماعه بتوع الفاب هيبصوا في اللي انا بقول لاشرف من زمان عليه السورسز اند ابلكيشنز اوف فاندز. لما تجمع كل دول على بعض من كل المشروعات بتاعت المكتبه يبقى ده السورسز اند ابلكيشن اوف فاندز. ده ايه اللي طالع من، لان انت لسه عندك طبعا داخل جزء من ده في حاجات طالعه من الباب الاول والباب الثاني والباب السادس واتسترا اتسترا اتسترا. فده هيبقى جزء من البي اي بادجت تعمل هنا، والتوتلز بقى بتبقى موجوده مره واحده. فهنا بقى باخد الكاش فلو بيبان تقريبا توقعاتي ايه في الصرف كاداره، وهنا بيبين لي همولهم ازاي. فده الحقيقه ده البي اي بروجكت فيش اللي انا عايز ان بكره اخر النهار في مجموعه مشروعات هتتعمل على تقييم اللي هسميه الكومباين سيرفيز اللي هنتكلم عنها، هتبان قيمتها من القدرة ان احنا نحضر الحاجات دي. ويبقى في اسماء موجودة وهتبقى قيمة تقريبية الاول عشان هراجعها معاكم،
وبعدين هنبقى فيها التزام بعد كده في تنفيذها. فأنا حاجة كده دلوقتي وحقف عند المرحلة دي وأسأل عندكم، انتوا بتتفقوا على حاجات من ورا ظهري ولا أنا شايف إن في إشارات رايحة كده؟ فما تولع النور يا ابني عشان نعرف نشوف بعض. questions قبل ما نخش في الانفايرمنت والكالتشر، ده جنرال، ده كلام، كل ده كلام جنرال خالص على البروجكتس وازاي ان احنا لازم تو بروجكتايز الاكتيفيتيز بتاعتنا عشان تبقى باينه قدامنا. اولى في البروجكت ايفالويشن يا دكتور، في برضو اسلوب تكنيك كده اللي هو اسلوب فتره الاسترداد، اللي هو انه يعني في، وانا بقارن كذا بروجكتس، مين البروجكت الاسرع اللي هيخليني استرد الكوست بتاعتي. ده برضو من الاساليب بس مش منتشر طبعا زي الاساليب اللي حضرتك قلت لها، النت بريزنت فاليو والانترنال ريت اوف ريتيرن. المشروع ده لا، ده ملوش قيمه الا في الفاينانشال ايفالويشنز، يعني استرداد الانفستمنت ده از فاينانشال ريت اوف ريتيرن نوت ان ايكونوميك ريت اوف ريتيرن. احنا اغلب شغلنا از ان ايكونوميك ريت اوف ريتيرن. يعني مثلا لو انت عايز تقيم التعليم، الدوله بتصرف قد ايه في التعليم، استرداد القيمه ملوش معنى، لانه اتس القيمه بتاعه التعليم اذا ان كان البلد هتقوم وهيبقى لها نشاط اقتصادي وهيبقى كل ده، مش وزاره التعليم اللي بتحط فلوس وهتاخد فلوس. شركه ممكن تقول لك انا هستثمر في ده والبي باك بيريد بتاعي قد ايه، بس في فرق ما بين الفاينانشال ريت اوف ريتيرن والايكونوميك ريت اوف ريتيرن. التعامل مع المؤسسات العامه اللي هي الحكومات والدوله بصوره عامه should always be economic، والقطاع الخاص is usually almost exclusively financial. القطاع الخاص ملوش دعوه، انا راجل في اخر النهار لازم اعمل ربح، وزي ما كنت بقول لزملائي ما تكلمونيش، ما هو if he doesn't make a profit he goes out of business، but the business of business is to make a profit. يعني ما يقول لك ده اولاد الذين مستثمرين دول اللي رايحين افريقيا بياخدوا ارباح، قلت له اي ما هو شغلتهم ان ياخدوا ارباح. يعني دي this is ده قطاع خاص، وهو مثلا القطاع الخاص يقول لك انا مش فارقه معايا، انا بحسب تكلفتي واللي هحطه في جيبي بعد كده. والله لو الحكومه هتحاسبني على الكهرباء ب 10 جنيه انا هحسبها ب 10 جنيه، انا ماليش دعوه الحكومه حطت لها دعم قد ايه، دي حاجه تخص الحكومه. فده البي باك بيريد از ا فيري جود اكزامبل، وكويس ان انت اثرت النقطه دي، لان في فرق كبير قوي ما بين الفاينانشال ريت اوف ريتيرن والايكونوميك ريت اوف ريتيرن. فلما تيجي مؤسسه عامه زينا احنا او دوله ما ينفعش اشتغل بالفاينانشال ريت اوف ريتيرن، والا طبعا الفقراء دول ما لهمش اي قيمه، ولان مش هاخد منهم فلوس وهعمل بس حاجات تعليميه. قال طب انا في نفس الحكايه هبقى بعمل نفس الحاجات اللي بيعملها القطاع الخاص، طب ما اسيبها للقطاع الخاص بقى. وده اللي يقوله لك مثلا اليمين الامريكي، الجمهوريين في امريكا يقول لك governs best that governs least، سيب الحاجات دي للقطاع الخاص، سيب كل حاجه للقطاع الخاص. طبعا ده منهج فكري معين، انما احنا في اغلب الدول لازم ننظر للقيمه الاقتصاديه، القيمه الاقتصاديه مش القيمه الماليه. يعني فالباي باك بيريد از وان اوف ذا انديكيتورز في البرايفت سيكتور، كوست بنفيت اناليسيس هم بيعملوه فاينانشال فلوز، ديسكاونتد كاش فلو بس فاينانشال، يعني هو التكاليف بتاعته بيحسبها فاينانشال، انا بعتبرها تكاليف كليه للدوله. اشرف تفضل. انما في النهايه احنا نقدر نقول ان انا لو عندي مشروع واحد بس هو محل الدراسه اقدر اقارن معدل العائد الداخلي بتاعه بالمعدل العائد الخالي من المخاطر اللي هو مثلا عائد اذون الخزانه. لو عندي اكتر من مشروع هختار المشروع معدل العائد الداخلي بتاعه اعلى معدل. مفروض لو انا بعمل بالمعيار الوحيد ده، انما المعيار الاساسي بتاعي انا ليا رساله. عشان كده انا بدات في الاول لما عملت البروجكت سايكل قلت لك بتبتدي برساله المكتبه، وبعدين بتحدد
الأهداف وبعدين بتمشي على تكوين ايه الحاجات اللي عاملها في هذا المشروع ولا لا، وبعدين في الاخر بأقيمه واقول اوكي جو. التقييم في هذه الحالة بيبقى جزء كبير منه اختيار ما بين البدائل، يعني مثلا هل اعمل outsourcing او اخلي ابني ادارة عندي في المكتبة ان هي تقوم بهذا العمل مثلا. يعني ده بديلين لوسيلتين ان احقق نفس الهدف. هدف موجود لازم اعمل كذا، طب هعمله ازاي؟ يعني هل اطبع الكتاب بره في مطبعه ولا اطبعه عندي في المكتبه مثلا؟ يعني ده احد طبعا مثال صغير وفي امثله كبيره، انما الفكره الاساسيه انه اذا قدرت بقى في داخل كل قطاع مفروض عندي اهداف معينه ومشروعات معينه. في بعض القطاعات هيبقى داخل كل اداره او مركز لانهم مراكز مختلفه، يعني مركز دراسه المخطوطات غير مركز البيئه غير مركز دراسات التنميه غير، كل مركز من دول له اهدافه ومفروض هيبقى عنده مشروعاته. داخل بقى مشروعات بتاع الحته دي ممكن بقى ان احنا نقيم كده. بس انا هنعمل مشروعات مشتركه في الفتره دي اللي انا هشرح لكم بعد كده ان في صعوبات معينه، ده بكره بقى نتكلم في ازاي نوصل لتقييم الحاجات اللي هي غير مادية، يعني قيمة العمل الثقافي، قيمة الجودة البيئية بتاعت قيمة التنوع البيولوجي من الميكروبات إلى الحشرات إلى النباتات إلى الحيوانات إلى الطيور إلى كل الحاجات دي، تنوع قيمتها إيه دي؟ الحاجات دي تتحسب إزاي؟ في وسائل تتحسب إزاي؟ هشرحها لكم بكرة دي. أي هند تفضلي. انا عايزه عندي سؤال. اولا ايه السؤالين، ايه البروجكت اللي احنا هنعملها؟ يعني ايه هي حضرتك هتقول لنا ايه البروجكت نعمله ولا احنا we will initiate the project؟ لا انا هديكوا التو بروجكتس في الاخر تعملوه. طيب وتاني حاجه، مش احنا مفروض نون فور بروفيت اورجانيزيشن، المفروض ان اخر حاجه حتى البروجكتس اللي هنعملها اخر حاجه نفكر فيها the profit. It's not the profit. Profit the finance. البنفيت ازاي بقى؟ لا البنفيتس فاينانشال بنفيتس، مفيش فاينانشال بنفيتس. I'm not I specifically am not talking about financial benefits. The estimation of benefits is that it's something useful to do. How useful it is بقى، في تكنيكس هنتكلم فيها بكره on how to estimate the values دي، والتكنيكس دي are very solid enough ان في المحاكم الامريكيه استندوا اليها في settlements بملايين الدولارات. يعني it has been tested in court، يعني مش بس على techniques to evaluate. يعني مثلا the actual case in point was contingent valuation cases، انه تتحسب الـ مثلا نزع ملكيه الارض وأرض لها قيمة أكتر من أرض تانية، هتحسب القيمة دي إزاي إذا كانت هي مش مطروحة على السوق؟ مثال تاني، الأكسون فالديز، that's a famous case، first case بتاع الـ huge environmental spill بتاع أويل، والحكومة طلبة تعويض من الشركة. إيه قيمة التعويض ده؟ تحسب إزاي؟ damage that was done to the environment and to the livelihoods of people and to the well-being of people. لا it can. It has, it can and it has and it stood up in court. And I'm one of the people who worked a lot on these techniques. And I can tell you, tomorrow I will tell you about how these techniques are done. فهي بتستعمل في الحاجات الثقافية، الحاجات التراثية، الحاجات البيئية اللي هي فيها intangible benefits. How much should you spend on it? In fact, يعني we created a global environment facility. أنا remember these battles when we created the global environment facility. والناس قالوا لي, do you seriously believe that you will raise billions of dollars for from rich countries in order to protect insects
في غابات استوائية في دول فقيرة؟ قلت لهم yes and we did. Actually before I left we had raised $11 billion as grant money based on these techniques. For these techniques are solid. إنما yes it's not money. يعني الـ Global Environment Facility السؤال كالآتي: إحنا عارفين إن الغابات الاستوائية أو الـ Coral Reefs are extremely valuable in biodiversity terms. Extremely valuable. يعني they are very very rich habitats. طيب كوستاريكا عندها غابة استوائية جميلة جدا. الـ cost of protecting the forest ده is 100% borne by كوستاريكا. الـ benefits is global. فالمستفيدين العالم كله is the continuation بتاع السبيشيز دي كلها انها موجودة is the whole planet. طيب مفروض الناس اللي هتستفيد من هذا الأجيال القادمة في أوروبا وأمريكا واليابان وغيره يدفعوا جزء من التكلفة بتاعة كوستاريكا ان هي تحمي. ما هو physically it's there. فglobally you have to do that. فالتكنيكس دي we actually used it and we raised money. قلت لك $11 billion before I left. يعني دلوقتي ممكن زادت عن كده كمان. And I'm still continuing. الجيف still continuing لحد دلوقتي. ف we raised a lot of money in with public debates يعني مع ministers of finance وغيره في الحاجات دي. And it was tested in American courts. زي مثلا الحته اللي حصل فيها الاكسون فالديز دي كان في الاسكا ومفيش سكان immediately. يعني عدد السكان الموجودين almost يعني حاجه صغيره خالص قريه يمكن صيادين وبتاع. انما الدامج تو ذا انفايرمنت واز فيري سيفير. طب التعويض اللي تاخده الحكومه من شركه اكسون يبقى قد ايه؟ ذيس تكنيكس وير يوزد but that's tomorrow. خلينا خلي الحتة دي لبكرة. خلينا النهاردة نتكلم بصورة عامة عن المشروعات والأفكار والوسائل الواحد يقدر يقيم بيها الحاجات دي. هبة. لو سمحت just two quick questions. أول سؤال كان في formula للcost benefit analysis. كان الدولار فوق dollar times something plus rate of return over time. إيه هو أنا مش فاكرة الformula بتاع cost benefit analysis. كان $1 divided by a dollar times something plus the rate of return. Divided by one plus R rate of return. Okay. يعني لو rate of return 5% هيبقى 1.05. Okay. مرفوعة to the power of the number of years of time. Okay. To be applied. السؤال الثاني يا دكتور دلوقتي حضرتك in the project cycle you were saying that obviously there's the strategy, the plan, appraisal and approval. فبالنسبة للمكتبة الأبريزل ده حيتم من رئيس القطاع ولا من عدد ناس ولا لجنة معينة؟ يعني how is the appraisal going to work بحيث أنه يأخذ approval بعد كده؟ لا, you should be the ones who prepared the projects should be ready to defend it. يعني ال evaluation في الآخر on ال comparative evaluation مفروض تتعمل by رؤساء القطاعات as a group معي أنا وهي دي. Till now كل المشروعات دي اللي احنا عملناها الابريزل والابروفل واز مي. يعني انتوا بتقدموا لي بمقترحات وانا اقول لك انا موافق او مش موافق. انا بحاول دلوقتي اشرح لكم اللوجيك ذات جوز انتو ذيس ديسيجنز. الديسيجن اللي انا بقولها لاصدقائي استاذ محمد الشيحي تو ستارت وذ والدكتور خالد عزب اون ذا اذر سايد, مش عايز حد يفكر لي في فلوس. Money is not the object. The object is to do the right projects وبعدين نلاقي لها الفلوس. يعني وأذكر لكم مثل لو كان الدكتور صلاح الجوهري معنا كان يفتكر الحكاية دي لما عملنا الـ reissuing of the classics. هو مشروع ده عايزين نعمله. والله مين حيموله؟ جربنا مع الإمارات وجربنا مع الكويت وجربنا مع قطر والشيخة موزة قالت أنا عايز أمول المشروع ده وبعتت لي ودور عبد الله الكوبيسي طلب مني ورقه وقدمته له وبتاع. انتهت الحكايه ان اللي موله الاول كان واحد سويسري والتر فوست فاندد ات اوت اوف ذا اس دي سي وبعد كده السكند فاندر كان كارنيجي.
For where we got the money is not important. The important in احنا we have decided this is a project we want to do. ليه؟ لأنها it fits into the strategy بتاعت المؤسسة. Never follow the money. وإلا you'll be donor driven. النهاردة دول عايزين يدربوا political activists وفي فلوس ليها وحنبعت لك مش عارف ايه ده مالا. طب عايزين نعمل مش عارف I am not a gun for hire. I'm not a consultant. Vision, مؤسسة لازم تحقق أهداف. هنحط مشروعات تحقق الأهداف دي وبعدين ندور على حد يمولنا. وما كانش ده هيبقى ده وما كانش ده هيبقى ده وما كانش ده هيبقى ده. بس إذا احنا قررنا إن ده مشروع لازم نعمله عشان أهداف تاتنا هنعمله والحاجات التانية التمويل ده هيجي بعدين. لأن الخطورة إن مؤسسات كتيرة جدا بتصبح تحت مش بس تحت رحمة الممولين إنما توجهاتها كلها بيحكمها الممولين. أقول لك مثلا أقول المايسترو إحنا عايزين ما ليش دعوة بالكلاسيكال ميوزيك أنا بعمل فولكلوريك دانسز في فلوس لفولكلوريك دانسز. أقول لا أنا عايز أعمل كلاسيكال ميوزيك مثلا. أقول لا ما فيش فلوس للكلاسيكال تدور على واحد. لا لو أنت عايز تعمل فولكلوريك دانسز نعمل فولكلوريك دانسز. عايز تعمل كلاسيكال ميوزيك نعمل كلاسيكال ميوزيك. عايز تعمل بتاع ده سيمبوزيوم بتاع نحت نعمل سيمبوزيوم بتاع نحت وبعدين ندور على مين يموله. ليه؟ لانه ده الرؤيه بتاعتك للعمل اللي المفروض نعمله في الفنون مثلا. ولازم نبتدي بالرؤيه دي وبعدين ننتقل للتمويل. عشان كده الفاينانسينج بلان ده جاي في الاخر خالص after the first page. Second page is the financing plan. Anybody else? طب ده يعني موافقة فهم تام وموافقة عامة ولا ايه؟ طيب هديكوا خمس دقايق بريك كده اللي عايز ياخد قهوة وشاي وهنبتدي بعد كده على الانفيرومنتال والكالتشرال ايشوز.